تشكيل الفريقين نزل جنش في حراسة المرمى لنادي مودرن فيوتشر وميهوب في حراسة المرمى لنادي بيراميدز. غياب شريف إكرامي، شريف إكرامي مش موجود، مش هو اللي هيبدأ. عبد الله السعيد هيبدأ، رمضان صبحي هيبدأ. كابتن حازم ممكن تقول لنا كده سريعا تشكيلة فيوتشر؟ فيوتشر جنش جوزيف باك ليفت، علي الفيلو، عبد السلام نص سد باكين، وباسم علي باك رايت، غنام ومحمد صادق اثنين في نص الملعب، قدامهم عبد الكبير الوادي ودرامي كيجالي ومحمد فاروق، وقدام مروان محسن. كابتن عماد، تشكيله بيراميدز، ميهوب في حراسه المرمى، احمد ميهوب حراسه المرمى، الشيبي ناحيه اليمين، واحمد سامي واسامه جلال سرد باكين، محمد حمد ناحيه الشمال. نص الملعب بيلعب وليد كارتي ومهند لاشين، وعلى شمالهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي الناحيه الثانيه، وعبد الله السعيد وفيستون الميل. تشكيله الحقيقه اسامي يعني حدث ولا حرج. كوجالي من هنا، فاروق وعبد الكبير الوادي، غنام قصادهم، عبد الله السعيد، رمضان، مايلي، مصطفى فتحي، يعني قماشه كبيره جدا جدا في الملعب يا كابتن حازم. طبعا في لعيبه كثيره كويسه جدا، وبعدين انا يعني باتشيكو من وجهه نظري عامل تشكيل مثالي المره دي، بعد ما قعد مثلا الماتش اللي فات شفته في بطوله افريقيا سان داونز لعب بشكل غريب جدا وتشكيل غريب جدا، لعب خمسه ولعب بكريم حافظ في حته مكان غريب جدا قدام، وكان بيمين كانه راس حربه ثالث، دي كانت غريبه جدا الشوط الاول يعني. فكان وقعد لعيبه كتير قوي بره، قعد عبد الله وقعد رمضان، رمضان كان مصاب يعني، وقعد مصطفى فتحي، وكل اللعيبه اللي بتهاجم ما كانوش موجودين يعني. رجع تاني للطريقه التقليديه، وليد كارتي، مهند لاشين ديفندرين جامدين جدا في نص الملعب، عبد الله السعيد بلاي ميكر، رمضان ناحيه الشمال طبعا لعيب كبير، مصطفى فتحي كسر الدنيا، مصطفى فنيا وبدنيا قوي جدا، مصطفى فتحي هايل، مايلي كويس، انا بشوفه الناس يعني بتقول عليه جامد قوي، انا مش شايف ان هو بيضيع فرص كتير جدا، ولعيب كويس بس يعني مش انا لسه شايفه يعني هو متعب للسرد باكات، بس ما بيعرفش يجيب جوان كتير. هو كان هداف الكونفدراليه السنه اللي فاتت تقريبا، او هداف الشامبيونز ليج، لكن لغايه دلوقتي في الدوري المصري بيشخبط كتير، لكن عند الجون لسه بعيد شويه. الناحيه الثانيه عبد الكبير الوادي لعيب مهم جدا، محمد فوق، الاثنين دول الكاونتر اتاكس رائع جدا جدا ولعيبه كويسه قوي. مروان عنده خبرات كبيره، غنام على فكره وصادق في نص الملعب، خصوصا غنام ديفندر كويس جدا جدا ولعيب صغير في السن وبيشوط وبيجيب اجوان، وعمل كان مهم جدا في بطوله افريقيا، عمل جون مهم جدا مع في ماتش ليبيا. لا يعني اسامي كتير، باسم علي طبعا هو وجوزيف باكين اقوياء جدا، بيهاجموا ويدافعوا كويس. اسامه بقى حريف، اسامه جلال انا شايف واحد بينط الكوره على اسامه. اسامه على فكره لعيب كبير، سيرد باك صغير وقوي، ويعني مستقبل الحته دي في مصر، مصر الحته دي حجازي، ونش، عبد المنعم، اسامي، في اسامي كتير، لكن اللي جاي الصغيرين اسامه هيبقى اللعيبه المهمه جدا في الحته دي يعني. طبعا.